في ظل قمع وانتهاكات لم تعد تحصى في العاصمة صنعاء، توقفت كل أشكال الممارسات المدنية والاحتجاجية، ولم يبقى سوى وقفات أمهات المختطفين في شوارع العاصمة المختلفة. الأمهات اللاتي يحاولن مراراً وتكراراً إخراج أبنائهن من معتقلات جماعة الحوثي المسلحة أصبحن الصوت الأبرز الذي يوصل معاناة أولئك المختطفين. وشكلت رابطة الأمهات في صنعاء وعدد من المحافظات إضافة جديدة لمسيرة نضالات المرأة اليمنية ضد ممارسات القمع والقهر المجتمعي. الرابطة التي تنفذ منذ أكثر من عامين اعتصامات ووقفات احتجاجية طالبت في جديد تحركها المبعوث الأممي والمجتمع الدولي والأطراف اليمنية بوضع حد للابتزاز الذي يتعرض له المختطفون المدنيون من خلال محاولة استبدالهم بأسر الحرب مع ميليشيا الحوثي. واعتبرت الرابطة خلال وقفة احتجاجية بصنعاء إدخال المختطفين المدنيين في عمليات تبادل أسر الحرب بالأمر الخطير، باعتباره يتسبب بمزيد من العراقيل أمام الجهود القانونية والإنسانية الرامية لإطلاق سراحهم. وعلى الرغم من أن خروج الأمهات بشكل يومي لا يتعدى أكثر من رفع اللافتات وقراءة البيانات الاحتجاجية، إلا أن ذلك لا يقي من تعرض نساء الرابطة أحياناً لاعتداءات من قبل مجموعة نسوية تنتمي إلى ميليشيا الحوثي، لكن ذلك بحسب أمهات المختطفين لا يثنيهن عن الاستمرار بالاحتجاج. محاولات عديدة لأمهات المختطفين لإنقاذ أبنائهن القابعين في السجون والمعتقلات أمام تعقيدات عديدة تواجه ملف المختطفين والمخفيين قسراً، وهي تعقيدات تبدأ بالابتزاز المالي الذي يتعرض له أهالي المختطفين وينتهي بمحاولة استبدال المختطفين المدنيين بأسرى الحرب المقاتلين.